مرحبا ومساء الخير، أنا اسمي عمرو علي و ويلكم للليتري ايفنت في أجيا. أنا بدرس في الجامعة الأمريكية وجامعة فراي يونيفرستي في برلين وفي جامعة حسن الثاني هنا في المغرب. أنا عندي دكتوراه في العلم الاجتماعي والفلسفة، بس أكيد بحب الروايات والليتشر، حاجة قريب لقلبي. نبتدي بس بقصة أجيا، The Arab German Young Academy of Sciences and Humanities، الأكاديمية للشباب العرب والألمان للعلوم والإنسانيات. قصة أجيا بدأت من 9 سنين. الفكرة أجيا عشان كانت تشبك ألمانيا مع العالم العربي وبين الدول العربية. أنا بدأت في 2019 في أجيا، وقبل الكورونا، يعني قابلنا في بيروت وبعدين الدنيا بعد 2 شهر كده اتقفلت كله على بعض وشفنا عالم تاني. أصلا صبرنا وكملنا المشوار أونلاين لغاية لما قدرنا نقابل بعض أوفلاين. أنا جاي من المجال السوشيولوجي، العالم السوشيولوجي والفلسفة. أصل أجيا، الحلو في أجيا تقدر تشبك مع نفسك مع كل الممبرز التانية وتعمل حاجة interdisciplinary، مش مشوار بس بتاعك أنت. تقدر أنا مثلا جاي من الهيومانيتيز وأقدر أتكلم مع في الطب وفي الهندسة وكل المجالات عشان نعمله مشروع جديد، مشروع غريب، مشروع ما حصلش. وانا عندي بس طلب، في انت المشاهدين، في انت عندكم دكتوراه وانتوا في دول عربيه ولا في المانيا، ممكن تقدموا على الابلكيشنز للسنه الجايه عشان اجيا بيبقى فيه العدويه 5 سنين، وتشتركوا معانا في اجيا في عيله الاجيا وتشوفوا دنيا تانية، مجال بين الاكاديميا والمجتمع. طبعا النهارده هنتكلم على الصالون الادبي. دي مشروع مهم ومن مشاريع اجيا، وهي الفكره طبعا بتحاول تجيب، وهي فكره بتجيب الناس الكتاب من المانيا ومن دول عربيه عشان ندخلوا في طريقه تانية غير المواضيع اللي ممكن نتكلموا عليها في الاكاديميا والسياسه وكل ده. لا، ممكن تقول الأدبية literature فيها رحمة، فيها طرق ممكن تفتح دماغنا وبتفتح شبابيك على فكرة الماضي والمستقبل والتاريخ. النهاردة معنا أستاذة مها حسن، آسف، منورة مها، منورة الأجيا أونلاين على الأقل. يا ريتنا كنا نبقى موجودين في نفس القاعة، بس إن شاء الله المرة التانية. أستاذة مها كردية سورية، هي صحفية وروائية وبتكتب قصص قصيرة. هي النهاردة هتقرأ من الروايات بتاعتها وتشرح على خبرة الكتابة في الشتات. طبعا الصالون هيبقى مسؤول بيه هو بلال، وشكرا بلال على شكرا. المشروع اللي انت ماشي فيه. اكيد الثيم اللي هتكلموا عليه النهارده هو المنفعه، من ضمن الافكار. وفكره المنفعه تعتبر خبره رئيسيه لكذا جيل من دول العربيه. المنفى والشتات بتحكم خبرة أهل الشرق الأوسط وأهل شمال أفريقيا. كل كتاب من إدوارد سعيد لمحمود درويش يمسك على موضوع المنفى، حتى نجيب محفوظ اللي ما سابش مصر أبدا. أصل بتلاقي فكرة منفى الداخلية في الكتب بتاعته، بالذات من سنة 2011 فكرة المنفى انتشر وبدأ يبقى قصة بتشبك كل اللي اشتركوا في السنة دي
بقصة كبيرة، ودلوقتي بتلاقيهم في فرنسا وفي ألمانيا وفي نيويورك وفي كل حتة، كل الحتة. وطبعا مش بس المنفى، الموضوع بيمسك على سؤال زي الحرب والحرية، وإيه الفكرة الواحد يعيش في الدنيا دي اللي ما فيهاش استقرار. أنا طبعا دلوقتي مش هطول، أنا هديكم لصاحبي بلال يكمل المشوار ويفتح الندوة. شكرا يا بلال. شكرا عمرو على هذا التقديم لتقديم آجيا، وأنا بدوري أرحب بكم جميعا ولو افتراضيا، وأرحب بضيفتي الصديقة العزيزة جدا حقيقة مها حسن. الفكرة الصالون الأدبي طبعا هو مشروع من مشاريع آجيا، أسسته أنا وزميلي الدكتور كيريل ديمتروف من جامعة سانت أندروز. كنا معكم في برلين واقعيا مع الأديب فاضل العزاوي، الأديب العراقي فاضل العزاوي، وبعدها كنا افتراضيا مع الأديب محسن الرملي، واليوم أيضا افتراضيا مع الأديبة الروائية مها حسن. والشهر القادم سنكون في إسطنبول مع دانييلا دانس الكاتبة الألمانية، سنكون في إسطنبول لكنه سيعرض افتراضيا في 3 ديسمبر. حوارنا اليوم كما قال زميلي عمرو عن الحرية، عن الكتابة، وعن الحرب والمنفى. ماذا يعني أن تكتب بالعربية من المنفى وأنت غير عربي؟ ماذا يعني أن تكتب بحرية عن سجن كبير كان يشكل ذات يوم وطنا؟ تتحدث في هذا الحوار الكاتبة الكردية السورية عن تجربتها الروائية. طبعا مها حسن روائية سورية من أبرز الأصوات حقيقة التي تكتب بالعربية اليوم على الساحة، مقيمة في فرنسا منذ سنة 2004، يعني فرنسا صارت وطنا بالنسبة لها، وهي أيضا تكتب بالفرنسية وحاملة للجنسية الفرنسية، ففرنسا الوطن أيضا. وصلت إلى اللائحة الطويلة لجائزة البوكر للرواية العربية عبر روايتين حبل سري والرابيات. وصلت إلى اللائحة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للآداب 3 مرات، مترو حلب، وأنت صباحا أيتها الحرب، وحي الدهشة، التي وصلت إلى اللائحة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ أيضا من الجامعة الأمريكية في القاهرة. لديها 13 رواية بالعربية، ورواية مكتوبة ومنشورة باللغة الفرنسية غير مترجمة من لغة أخرى، سنتحدث مطولا عنها اليوم أيضا، آخرها رواية نساء حلب. وكذلك ترجمت بعض رواياتها إلى الإيطالية والهولندية والكردية وغيرها من اللغات. أذكركم أيضا للمتابعين، أذكركم أن بإمكانكم أن تسألوا الأسئلة عبر الخانة المخصصة لذلك، وسأقوم أنا بطرح الأسئلة على الأديبة الروائية مها حسن تباعا أثناء الحوار. أيضا سيتخلل الحوار قراءتين أيضا من الانتقال إلى من موضوع إلى آخر. الموضوع الأول الذي أريد أن أطرحه، المحور الأول الذي أريد أن أفتحه، هو الهوية، المكان، والحرية. مها، أنت خريجة درست الحقوق في جامعة حلب، ولدت وتربيت في حلب، ومن الحقوق إلى كاتبة روائية لامعة اليوم. أريد أن أعرف أكثر عن هذه الرحلة، ما سر هذا التحول الجذري من دراسة قوانين جافة إلى الرواية؟ ما الذي دفعك للدخول إلى عالم الأدب؟ مرحبا بلال، مرحبا عمر، مرحبا للكل. أول شيء بدي أقول إنه أنا كتير مبسوطة
إني معكم اليوم. وبصراحة أنا ما كنت بعرف أجيا، ولما قريت التعريف إنه هي أكاديمية الألمانية العربية للعلماء الشباب كنت شوي مستغربة إنه شو خصني أنا. فلما عمر حكى وأنت كملت فهمت أكثر، وحبيت هذا الانفتاح على يعني على الخبرات اللي نحن من نشعر إنه ما لها علاقة ببعضها، ولكن فعلا هي التجارب الإنسانية، إنه العلم والأدب، يعني هي شغلة كتير أنا مبسوطة فيها كتير. وأنت بلال بالذات يعني شخص عميق جدا، كمان أنت شخص أكاديمي تجمع بين الأكاديمية وبين الطابع الإنساني الحميمي، يعني البشري، هذا الحس الإنساني اللي ممكن أحياناً نعتقد عن بعض أنه الأكاديمي بيكون شوي صارم أو جاف. فأنا كتير مبسوطة أني معكم اليوم، مبسوطة أن أكون بهذا المكان اللي فيه فعلاً هذا الانفتاح على العلمي الأدبي. وما بعرف ليش بتذكر بهاللحظة أرنستو ساباتو اللي أنا كتير بحبه، واللي أنا بالراويات استخدمت اسمه حتى، اللي هو كان أستاذ رياضيات وبعمر 60 بعد ما ترك التدريس بدأ بالكتابة. فأنا دائماً بقول إنه في علاقة بين الأدب وبين الأكاديمية. مبسوطة كتير إنه أنا معكم، وحاسة يعني هي تجربة كتير جديدة علي إنه أنا أحكي بشكل يعني مع أكاديميين عن فسحة العلاقة بالأشياء الروحانية، خلينا نقول ممكن اللي هي منا يعني مبرهنة عن طريق العلم، أو ما فينا نحط عليها نظريات أكاديمية حتى نقدر نوصلها. هلأ إنه أنا ليش من الحقوق للأدب، الحقوق هي كانت مجرد دراسة، يعني مجرد إنه فرع جامعي حتى أدرس بمهنة ممكن أعيش منها. ولكن الأدب هو يعني أنا حتى كمان بالراويات بقول ولدت لأروي، كمان تتقاطع مع عبارة مركز عشت لأروي. فأنا بعتقد أنه أنا مؤمنة، وهذا الشيء يمكن ما يحبوه الأكاديميين، أنا مؤمنة أنه أنا ولدت كاتبة، فهي البذرة الرئيسية فيني يعني بيولوجيا أنا كاتبة. فهي الكتابة كان لازم تطلع بطريقة ما، في عمر معين بدها تطلع، يعني إذا سباتو طلعت عنده بالستين أنا طلعت عندي قبل، رامبو طلعت عنده بالعشرينيات، فهي البذرة لازم تطلع بطريقة أو ما، لأني أنا بعتقد أنه هي يعني شيء جيني موجود بالشخص. طبعا جيني لا يعني انه نحن بنورثه من الاخرين، هو خاص بشخصيه الكاتب بمسار الكاتب، فكان لازم يعني اكون كاتبه. طب ما دامك ولدتي انت كاتبه، كاتبه على اعتبار ايضا ما سيكون، كاتبه بالقوه وليس بالفعل بالبدايه، يعني عندك هذه البذره، هذا كمون الكتابة داخلك. أنت تقولين في حوار، أريد أن أدخل في العمق أكثر في هذا الموضوع، أنت تقولين في حوار أنك كنت وحيدة في سوريا في عالم غير متجانس، صح؟ وهذه الوحدة، يعني حدثيني عن هذه الوحدة التي جعلت من هذه القوة، قوة الكتابة الكامنة، تخرج إلى الفعل. يعني ما الذي حرك هذا الشيء الموجود فيكي في سوريا؟ أنا بعتقد إنه يعني كوني كاتبة فكان عندي حالة التأمل، يعني من صفات الكاتب خلينا نقول يمكن إنه هو يعني يستقصي، يتأمل، بيشوف دائما في حالة يعني فضول للإطلاع على كل شيء حوله، وبيرجع بيجيب هذا الشيء لمعمله الخاص وبيعيد إنتاجه. هلأ الكتابة هي عمل فردي بالآخر، يعني أنا ما ممكن تجربتي أنا إنه ما بقدر أكون كاتب إذا ما كان عندي علاقتي، هي فكرة الوحدة، إنه إذا ما أشعرت إنه أنا عندي شيء خلينا بين قوسين هيك بتحفظ، يعني ماني متأكدة من الكلمة، خلينا نقول المعاناة مو بالمعنى السلبي، خلينا نقول التجربة، إذا ما أنا عندي هي التجربة اللي خاصة اللي أنا بدي أقولها ما فيني أجيب نص. فهي التجربة دائما وليدة، لازم تكون وليدة الوحدة، يعني حتى وأنت يعني قاعد ما بعرس، خلينا نقول بشارع بزحمة قد ما كان، بس أنت وحيد،
هي علاقتك، يعني علاقتك بالخيال، علاقتك باللغة، علاقتك بتركيب الفكرة، هي لازم تكون وليدة الوحدة. فأنه أنا يعني كل ما زادت التناقضات حولك، كل ما هذا بيكون محرك أكثر أنه أنت تبحث، وكل ما كان عندك ثراء أنك تشتغل، ويعني بعدم التجانسات هاي هون يعني بعتقدها. يعني أنا ما فيني قلت لك كوني ماني أكاديمية، ما فيني أعطي يعني كلام يقين، ما عندي أنا يعني ما عندي نظرية أقولها، بس أنا عندي خبرات. ففيني أقول إنه كل ما كان في عدم تجانس حولك، كل ما هاد بيرجع لعالمك الداخلي، ومن الداخل أنت بيصير الهرموني تبعك أو هذا الانسجام أو التناغم بينك وبين حالك. طب الوالد كان شيوعي طبعا، وكان في كان في ادب كثير في في المنزل يعني، صح؟ في بالاخير حتى في ادب روسي يعني، اعرف انه نحن اصدقاء من فتره طويله، وتحدثنا على ما اذكر من سنوات عندما كنت في دبي عن الاثر هذه القراءات في حتى كتاباتك. يعني ما الذي اثر، من أثر في مها حسن من الكتاب ومن القراءات يعني؟ كتير صعب هذا السؤال بلال، لأني يعني أحيانا ممكن جملة بمجلة أنت ما بتعرف مين صاحبها هي ممكن توقفك. يعني أنا ما بدي أحكي بالأسماء الكبيرة لأني بخاف أظلم يعني أنا بنت الهامش وكتير بدافع عن الهامش، فبخاف أحكي يعني إلك ديستويفسكي وكافكا ونيتشه وسارت وكونديرا حاليا. طيب هذا كله صحيح، بس في بالموازاة في أشخاص ممكن أنت تكون طالع بالميكروباص واحد هيك عم بيلف السيجارة بطريقة ختيار، أمي منه رايح بحياته عم تدرسي، ممكن بلمع عيني يقول لك جملة تقول هي بدي إياها. فأنا بخاف أنه يعني يقول لك أنه مين أثر فيني من الكتاب. يمكن اللي أثروا فيني بلال هن قبل الكتاب، اللي أثروا فيني هن الناس العاديين، هن اللي أخدوني انه انا بحب كتير شغله فيني وكتير فخوره فيها. بحس حالي يعني مش غرور او نرجسيه، بالعكس بمحبه شديده بحس انه انا صوت هدول الناس. صح، ساعود الى هذا الموضوع على فكره، يعني عندي محور كامل تقريبا عن نساء حلب واصوات يعني من قبلك، سنعود الى هذا الموضوع، وهذا الموضوع جدا يهمني حقيقه. اريد ان اتحدث ما دمنا نتكلم ايضا عن الهويه. أنت امرأة كاتبة، حتى أحياناً يعني يوصف أدبك بأنه نسوي أحياناً، يعني طبعاً أنت وضعت في خانات كثيرة وبعضها حتى متناقضة، وأنت تترفعين عن كل هذه الخانات، أعرف ذلك. لكن أيضاً أنت تصرحين في إحدى مقابلاتك أن الإبداع نسوي، تكتبين أيضاً في بنات البراري لا يمكننا الكتابة وتغيير العالم وتغيير الكلمات إن لم نكن حرات. أريد أن أعرف ما هي الحرية برأيك، وهل لها حدود، وهل تساهم الكتابة في خلق امرأة حرة؟ من تجربتك الشخصية هل أنت تحررت من خلال هذه الكتابة أيضا؟ إلى حد كبير. مشروع الحرية مشروع طويل دائم، وأنا بفرنسا دائما يمكن استخدمت هذا الاصطلاح من يومين، إنه لما أكون مع نساء فرنسيات أو أوروبيات ما بحس حالي حرة كفاية بالمقارنة معهم، ولكن لما بكون أنا مع نساء شرقيات بحس حالي متحررة جدا قياسا لهم. فهي الحرية كمان حسب المفهوم المجتمع، ممكن تكون أحيانا الحرية نسبية، الحرية اللي يعني في حرية أنا حريتي اللي أنا بشوفها إنه هلأ اللي أنا وإنت عم نعمله أنا بحسه حرية، إنه فيني أحكي أي شيء بيخطر ببالي بهدف، هاي الحرية تبعي بهدف إنجاز أو ترك أثر، هاي دي هي الحرية اللي هلأ أنا وإنت بلال عم نعملها، قادرين نحكي أشياء قد تكون مفيدة لشخص يعبر بالصدفة يسمع عبارة يقول أوكي أنا هيك بدي أعمل، هي القصة بتهمني. فالحرية دائما برأيي هي ما هي مشروع فردي،
يعني مو مشروع، لما أنا بكتب عن حرية النساء ما بقصد يعني مشروعي الشخصي في الحرية، قدر ما أنا بحس حالي يعني هي دائما بوقف عن نقطة ولدت لأروي، قد ما بحس إنه أنا عم أقدم شهادة للأخريات لحتى يشوفوا لأي درجة ممكن تتقاطع خبرتهم مع خبرتي أو تجربتهم مع تجربتي، ويقدروا يطلعوا درجة بيسلم هي الحرية اللي هي العلاقة مع الذات. يعني أهم شيء علاقتك مع ذاتك، لأي درجة بتحس، أنا لما بحكي معك بلال ما بحس إنه في هذا البوليس اللي براسي، من هون بحس حالي حرة. لحد كبير، لحد كبير بعتقد إنه هذا الشرطي اللي براسي إلى لحد كبير أنا بعتقد أنه طلع من حياتي. عم حاول فكر وأنا بحكي معك أنه حتى أكون فعلا يعني أميني على كلامي، أنه لسه يا ترى بخاف، لسه إذا بقعد مع حدا بخاف يحط لي هذا الشرطي، يمكن موجود، بس بعتقد أنه لحد كتير كبير أنا قدرت أطلع منه. واللي ساعدني هو خلينا نقول الستاتيو، يعني كوني كاتبة، يعني فكرة كاتبة عملت لي أمان وجودي. يعني صار إنه أنا مو أي حدا، لما بحكي مو بالمعنى يعني النرجسي، بالمعنى فعلا إنك الكتابة بتصير جسر أمان. إنه إيه تفضل، عفوا، ومسؤولية أيضا يعني. إيه فهون أنا بالضبط، فأنا هون لما بقول يعني بحكي شيء، لا قلت لك من شوي أنا بحكي إنه يترك أثر أو يساعد أو يعني مش حريتي الشخصية، أنا مي مشروعي الشخصي طبعا لازم أكون حرة حتى أقدر أحقق الشيء. إذا أنا ماني حرة رح تكون، رح يطلع الكذب. يعني أنا ما فيني استعير حكاية مش مقتنعة فيها ومش أنا عايشتها بعمق حتى أقدمها، رح يبين إنه أنا عم بنظر. فالحرية هي علاقتك مع حالك، وإلى حد كبير نحن ولدنا، أنت قلت من شوي في سجن، يعني نحن خلقانين في بلاد ومن صغرنا بيعلمونا أول أشياء بنتعلمها أنه ما تحكي هيك قدام حدا وما تقول هيك قدام فلان وعيب تقول هيك، فبيعلمونا دائما كيف ما نقول الأشياء. اللي أنا اكتشفت مؤخر يعني مو مؤخرا بالسنوات الفرنسية إنه الأشياء اللي ما لازم تنقال هي الأشياء المهمة. يعني الكنز تبعنا هو في التابو اللي نحن منروح منخبيه، ما هذا أحلى شيء لازم ينحكى فيه. في جملة لسارتر يمكن بس ما قدرت لاقي لها المرجعية تبعها، يعني قريتها ذات يوم وضلت براسي وما لقيتها، فبيقول أجمل ما في الأدب عاره. يعني هذا الشيء نحن منخاف منه ومنخبيه، هو اللي بيعمل هاي الجمالية في الأدب. حلو. طب ما أنت تقولين إن مستقبل الرواية العالمية هو رواية المرأة العربية؟ أريد أن أعرف أكثر عن هذا الموضوع. استوقفني إنه ما حدا هيك جرك إنك تكتب التفاصيل أكثر، شو المقصود بهذه العبارة؟ هاي بحبل سري أنا كنت مستخدمتها، لأني بعتقد إنه فن الرواية يعني ما أخذ حقه في العالم العربي، إنه الأدب العربي هو الشعر. يعني نحن المرجعية إنه الرواية هي فن غربي، إنه نحن أجانا من برا، منه تجربة يعني تجربة مستوردة. فأنا كتير حدا يعني قديش منفتحة أنا وحرة بس متعصبة بنقطة الرواية، كتير بيوجعني قلبي لما حدا بيحكي عن الرواية بطريقة هيك موجعة. فبحس إنه الصمت الطويل في العالم العربي وصمت النساء، ولسه في محلات كتير كبيرة ما استخدمناها، يعني مثل هي آبار شو بنقول حقول النفط المعنوية، ما بعرف يعني هي الـ يعني الـ كيف بدي أقول، يعني الكنوز المرويات النساء المشرقيات ما طلعت. فالوقت اللي راح تطلع وهلا اللي عم بيصير، هي ما بعرف اذا راح اقفز على سؤالك حتى اقول مثلا موضوع المنفى، موضوع اختلاط التجارب لما عم بيجوا مثلا السوريين على المانيا، او عم بيجوا مثلا خلينا نقول الافغان على المانيا، او الاوكرانيين. طبعا التجربه الاوكرانيه مختلفه لاني بيضل في عندهم يعني جزء من اوروبا وفي حريه التعبير.
فلما تجي هاي الشعوب خلينا نقول المقموعة للمجتمعات الأوروبية وعم ترجع بتكتشف حالها، عم ترجع بتعيد إنتاج حكاياتها، فهي الحكايات اللي مخباية. لهون أنا بقول إنه مستقبل الرواية العالمية رح يكون عن طريق العودة لهي المناطق المجهولة، الخام، الكلمة اللي كنت عم دور عليها وما لقيتها، الخام، هي المناطق اللي لسه لهلأ ما تم اكتشافها يعني. حلو. طب أريد أن أتحدث في كل محور على الأقل عن رواية قريبة على قلبك. أريد أن أتحدث عن روايتك في بيت آن فرانك، صح؟ هناك طبعا آن فرانك أيقونة الاضطهاد اليهودي على يد النازي، صح؟ وفي هذه الرواية رحلة متخيلة إلى فلسطين مثلا. حدثيني أكثر عن هذه الرواية، ولماذا آن فرانك تحديدا، خاصة من منطلق الهوية، صح؟ يعني طبعا يعني معروف هون الهوية واضحة، كيف تماهيت معها؟ الحقيقة آن فرانك هي مي رحلة خيالية لأني أنا عشت في بيت آن فرانك في أمستردام لمدة سنة كاملة، في الشقة اللي لما هربت عائلة فرانك من ألمانيا لأمستردام كانوا عايشين في بيت عنوانه لهلا موجود، ميرفيدي بلاين 37. هي العائله اجت لهون، ولما بلشت يعني لما اقترب الخطر الالماني او حكومه هتلر، اضطرت العائله تهرب وتتخبى في المكان اللي هو حاليا المتحف. البيت اللي أنا فيه منه المتحف اللي أنا عادت فيه، هو شقة اشتريتها فيما بعد بلدية أمستردام مع وزارة الثقافة، وكانت بمبادرة من سلمان رشدي لمساعدة واستقبال الكتاب الذين لديهم يعني خطر بسبب مواقفهم السياسية. فأنا تلقيت دعوة لأروح أقعد سنة في بيت آن فرانك، ونولد الكتاب هنيك، لأني ما بتتخيل بلال قديش خفت. فحكيت عن الخوف، أنا كنت أسمع أصوات تنهدات عن آن فرانك، قلت آن فرانك يعني كنت أسمع وخاف من آن فرانك. أنا حكيت يعني هي القصص بالكتاب، تجي آن فرانك تقلي أنت شو عم تعملي في بيتي، أنا طالعوني وقتلوني وزتوني بحفرة حتى ما عندي قبر، وأنت هلأ جاية تتبروزي ببيتي وتقعدي تلفي إجر أجر وكاتبة. فكنت عم حاول أقنعها أنه أنا ما جيت أحتل هذا المكان، أنا كمان كاتبة، وسبب وجودي في في هولندا لأني أصلاً أنا لاجئة طالعة من سوريا. فمن هون صفت يعني هذا الحوار المخيف بيني وبين آن فرانك، لأن هي رافضتني، أنا أشعر أنه هي رافضتني، وأنا أحس بالذنب أنه أنا قاعدة في بيت بنوتة، حتى المذكرات تبعها اللي كان الدفتر الجبلة يا بابا أبوها كيتي، كان سميته كيتي، كان بعيد ميلادها وبلشت تكتب المذكرات في هذا المكان. الرواية ضلت أو يعني كتبت القسم الأول منها خلال 10 سنوات، وما كنت مسترجية طالع الكتاب لوقت ما قامت الحرب في سوريا. فلما قامت الحرب في سوريا حسيت بمذكرات آن فرانك، الأشياء اللي بتحكي لي إياها ماما، أنا ما كنت كنت في فرنسا لما قامت الحرب، فلما ماما تحكي لي وأهلي طريقة كيف يعبوا المي وكيف المعكرونة وهي تفاصيل الأكل اللي نفسها كانت آن تحكيها بالمذكرات تبعها، لقيت إنه عندي مادة روائية مرة تانية بتنشغل بعد المذكرات اللي كانت في بيتها. لا، صار في شيء تاني. لما اندعيت لرام الله كان في ملتقى للرواية، فكل الوقت كنت يعني كمان كان عندي هذا الاحتضان الداخلي ما بين إنه أنا ضيفة الفلسطينيين ولكن كنت في بيت يهودية، فكان عندي هذا الشعور كمان بالمسؤولية تجاه آن فرانك اللي هي ضحية،
وتجاه الفلسطينيين اللي هن يعني اللي انا اضافه انه هن يعني مستضيفيني، انه انا بحبهم يعني، وكمان انا مع يعني انا مع القضيه الفلسطينيه، ونحن كاكراد كثير عندنا تقاطعات مع الفلسطينيين. بتعرف من قصه سليم بركات، هاي الصداقه التاريخيه محمود درويش وسليم بركات، فكان عندي يعني هيك عالم من لا تجانس، مثل ما انت بلشت بحديثك، يعني حسيت حالي انه بين البنت اليهوديه وبين البنت الكرديه وبين الفلسطينيين. فاوكي قررت اعملها لان فرانك هي الزياره، وقررت انه انا اكون يعني اعيرها جسدي وخليها تنزل في جسمي وتتفرج على هي على فلسطين بعيونها هي. حلو حلو كتير. طب مها، تقيمين الآن في باريس وتتابعين نشاطك الكتابي باللغتين العربية والفرنسية، ماذا تعني لك باريس؟ باريس المنفى أم باريس الوطن؟ أعرف أنك تفكرين بكتابة كتاب عن هذه التجربة، التجربة الباريسية يعني، فحدثيني أكثر عن باريس التي تعرفين. حقيقة حتى باريس أنا تركتها منذ سنوات، وأنا الآن مقيمة في مدينة صغيرة على الحدود البريطانية. باريس يعني كيف بدي أقول لك، يعني باريس شيء وفرنسا كلها شيء، يعني صورة فرنسا مختلفة عن صورة باريس. حتى نعرف فرنسا فعلا لازم نكون يعني، وهذا الشيء اللي أنا يعني أتيح لي إنه شوف فرنسا بعدة أقاليم، بعدة محافظات أو عدة مدن. هلأ باريس يعني مدينة قاسية جداً، قاسية باريس. أنا دائماً بشبهها، وأنا هذا الشيء حكيته حتى في كتاب أنا فرانك، بين العلاقة بين باريس وأمستردام، لأني أنا خلال الإقامة اللي كنت في أمستردام كنت روح وأجي على باريس، كان عندي يعني حياة عائلية في باريس، فكنت أشعر قديش أمستردام بيسموها بالفرنسي بيبا، البلاد المنخفضة، قديش منخفضة الروح، وهاد أو وهيك كيف بدي أقول لك مريحة، وقديش باريس هيك صاخبة ومضيئة وتبتلع، باريس تبتلع الفرد. فكمان يعني كان عندي هذا، هي يمكن أنا حبيت منك كلمة التجانس وعدم التجانس، بدي صير كررها كتير، انت مسكتني اياها. فيمكن هذا يعني في هي البنت الريفية جواتي، يمكن يعني بكوني انه انا بنت ضيعة، وكنت ارتاح وكنت ارتاح كتير بالضيعة، لما رحت على أمستردام هيك ارتحت، كنت امشي هيك بالشارع احس انه انا يعني مرتاحة، بس بباريس بخاف، بحس انه باريس هيك عرفت، بحس هي المدن اللي ما بتحسسك بادميتك، يعني باريس في صخب، حتى الباريسيين نفسهم يعني خصوصا بقصة الكوفيد كتير منهم يعني اجوا طلعوا من برات باريس حتى يسكنوا بالارياف او يعني المناطق اللي هيك ابعد عن هذا الزحام، يعني موضوع المترو والعمل، حتى في سلوغون او هيك شعار بكبروا الفرنسيين انه باريس هي نوم اكل مترو، حياتهم كلها يعني بفيق الصبح بيروح على بياخذ المترو بيروح على الشغل، بيرجع المساء بياخذ المترو بيجي على البيت بياكل وبينام. فحياه الباريسيه حياه قاسيه جدا. طبعا عم بحكي عن الناس يعني الحياه العاديه، بالنسبه للثقافه اكيد اكيد باريس عطتني كثير اكيد، يعني باريس انت حكيت، يمكن انت حكيت من شوي عن الكتاب، لا لما كان عم بيحكي عمر في بداية التقديم كان عم بيحكي عن الكتاب اللي لقوا مكانهم في الغرب يعني، فأكيد باريس يعني قدمت أسماء مهمة، وما بعرف إذا رح نحكي بهذا الشيء بعدين بلال. المهم كتير هو أثر الكتاب العرب في الثقافة الفرنسية، هذا الشيء ما كتير الناس بتحس فيه. خلينا نحكي عن فتفوتي أكثر، يعني بحب بعرف إيه يعني. هلأ مثلا جاك دريدا يعني مكانه كتير كبير بالثقافة الفرنسية، ما هو يعني من أصول عربية، يعني أنا بعتبر هو ما بيحكي عربي، بعتقد ما بعرف فاني متأكدة إنه بيحكي عربي جاك دريدا، يعني نتاج الثقافة من أوسين الاستعمار الفرنسي للجزائر والمغرب العربي. ففي كتاب يعني، هاي باريس كمان
اللي شوف طاهر التناقض بن جلون وآسيا جبار و... بالضبط بالضبط، لبنان كاتب يعني، ياسين، يعني شوف لبنان التناقض يعني معلوف أيضا يعني. بالضبط. ايه التناقض، انه هي الـ الثقافة اللي هي كانت بلد الاحتلال، كيف هي جاء الآخر عمل ما كانوا فيها. يعني حتى كامو مثلا لما بيحكي عن حرب الجزائر بيدين الفرنسيين، بس هو كامو كان يعني حصل على نوبل، ما لنا علاقة نوبل، ما لها علاقة بفرنسا، ولكن مكانه بفرنسا يعني محفوظ. فهذا التناقض، انه اوكي هو يعني كثير بحب احكي عن يعني المثقف العربي اللي لقى مكانه في المشهد الثقافي الفرنسي. يعني اذا فرنسا هي بالاخر ممكن تكون هي الام الحاضنه، اذا عندك شيء حتى يعني في اسماء كبيره، انت قلت أمين معلوف، في حتى جيل جديد ليلى سليماني اللي أخذت كمان الجونكور، في أنا كتير بحبه لعبد الفتاح كيليتو، في أسماء كبيرة، في أسماء كبيرة أخذت مكانها وبيحبوهم يعني. المتابع لك عندما كنت تكتبين في سوريا مها حسن التي كانت تكتب في سوريا مختلفة كثيرا عن مها حسن التي كتبت في فرنسا. يعني في سوريا كنت لا تدخلين في موضوع الهوية الكردية الهوية، يعني أحسست أنك عدت إلى سوريا عندما أصبحت في فرنسا، مظبوط وكأنك عندما كنت في سوريا كنت تريدين أن تكوني جزءا من هذا العالم، وعندما وصلت إلى فرنسا أردت أن تكوني سورية، ربما لأن هذا الوطن الذي حرمت منه، لا أعرف يعني. حدثيني أكثر عن هذه التجربة وكيف تغيرت مع حسن صحيح صحيح كتابيا أدبيا في سوريا في فرنسا. صحيح صحيح بلال. يعني أنا لما كنت في سوريا ما كنت أكتب ما أسميه بالأدب المحض، وهو أدب جميل وأنا بحبه. يعني كان عندي تجربة تراتيل العدم، يعني تجربة لغوية، تجربة فكرية بحبه، بس الأدب اللي كنت أكتبه ما كان على تماس مع الآخر. لما جيت على فرنسا الأمان اللي حسيت فيه، يعني مثل من شوي قلت لك الأشياء اللي ما لازم نحكيها هناك بيصير هي ميزة هون إنك تحكيها. لما يعني أنا تأخرت كتير بلال حتى أقول إنه أنا كردية، ما كنت أقول، الفرنسيين هن اللي علموني أقولها. يعني كنت أعمل كونفرنس أو هيك بندوة، فهن يقولوا لي بس ما تنسي أنت كردية، صرت أسمعها منهم، هن اللي علموني أتعرف على حالي. أنا كان لسه عندي هيك هذا الـ كيف بدي أقول لك، الولد المتخبي اللي ما بيصير يطالع يعني أشياءه للآخرين. فمن ضمن الأشياء أو العيوب يمكن إنه أنا كردية، فكان هو الموضوع معيب بطريقة ما، لا بسبب يعني القمع، يعني بيقول لك حزب البعث العربي الاشتراكي، بيقول لك الجمهورية العربية السورية، بسبب إنه هاد الأكراد مش يعني معترف فيهم، وأنا بكتب باللغة العربية، وأنا بدي يعني أبحث عن مكاني في الأدب، والوسيلة تبعي هي اللغة العربية، لذلك نحيت كرديتي على جنب. لما جيت لفرنسا لقيت الآخر عم يستقبلني بطريقة تانية، لقيت بفرنسا في تعددية، في البروتون، وفي يعني النورماندي، في هن عندهم هذا التنوع، والغريب مرحب فيه. يعني هاد من شوي لما حكينا انه كيف هي استقبلت الثقافه الفرنسيه، حتى ميلان كونديرا، حتى يعني كتاب عتيق رحيمي، يعني كتاب من جميع الجنسيات الاخرى وصاروا مؤثرين بالمشهد الفرنسي. فالثقافه الفرنسيه شجعتني اقول انا شو الاقرب، وهالشي كمان ارتبط بالإحساس بالمسؤولية. يعني أنا لما كتبت بنات البراري قضايا الشرف ما كان ممكن أكتبها بسوريا، لأني بسوريا كل الناس بتعرف قضايا الشرف وبتسكت عنه. لما جيت على فرنسا حسيت، يعني لما كنت أقول لهم إنه كريم دونار إنه لهلا في نساء بينقتلوا بسبب القضاء، أقول لهم إنه بينقتلوا على السمع، إنه بيقول سمعت إنها كانت،
فمنقتل نقتل بنات بدون ما حتى يعني ما نعرف انه هي شو عملت، او ممكن يقتلها لاسباب ما لها علاقه بالشرف وبيلزق فيها تهمه الشرع. فلقيت الاشياء اللي مسكوت عنها هناك عدت النظر فيها بسبب المسؤوليه. يعني كنت حس مثل لما قلت لك من شوي انه انا مسؤوله عن هدول النساء، وكوني انا في بلد حر وعندي منبر فلازم انا احكي لاني هن ما بيقدروا يحكوا. هون ما بعرف، ممكن صلحي لي مها اذا انا انطباعي صحيح، بس يعني ارى انه في شغف شديد باللغه العربيه عند الكتاب الاكراد اصدقائنا، يعني سليم بركات، جان دوست، انت، في شغف بالعربيه، وكأن الهويات المتقاتله او القاتله التي يتحدث عنها امين معلوف هي في بلادنا، يعني في المشرق، وكأن عندما نترك هذا المشرق تتصالح هذه الهويات القاتلة والمتقاتلة، تصبح متتامة ومتحابة. يعني ما بعرف، صلحي لي، يعني كأنت كامرأة كردية عاشت هذه التجربة، يعني عن هوياتك هذه المختلفة. أنا اللغة العربية، يعني أنا تم تأسيس ذهني باللغة العربية. يعني أنا دخلت عالم القراءة، تعرفت مثلا على نيتشه، على كافكا، كله أدب مترجم، كله كنت أقرأه باللغة العربية، فأنا بستمتع بالمفردة. يعني أنا من شوي لما كنت عم بدور على كلمة وبعدين لقيت كلمة منجم مثلا، فأنا أستمتع في يعني اللغة العربية لغة، ومن حسن حظنا وأنا سعيدة إنه أنا متمكنة إلى حد ما منها، إنه هي لغة صعبة على الأجانب، يعني لأني فيها كتير مفردات وفيها صور وفيها بلاغة. وبتمنى عن طريق الأدب نقدر نطور اللغة العربية من جمادها يعني القاموسي. يعني أنا اللغة العربية بالنسبة لي ولع، يعني لما أنت حتى بتشوف مثلا كتب عبد الفتاح كيليتو، أتحدث جميع اللغات ولكن بالعربية، فأنت بتشوف قديش اللغة العربية قادرة على التعبير عن عالم متنوع، عالم خصب. فإذا فصلنا، هو المشكلة سياسية. يعني أنا الآن هذا الحديث إذا سمعه كردي إيديولوجي متعصب رح يحاكمني، رح يعتبرني إنه أنا عم بخون الثقافة الكردية، إنه أنا صرت عربية. المشكلة هي سياسية، من هون عم نجيب الأمراض تبعنا. لكن لما أنت بتاخده جماليا، بتاخده معرفيا، يا أخي أنا بستمتع بقراءة نص عربي، بستمتع عجبني بالموسيقى العربية داخل النص. هي المشكلة بتنحل بيناتنا إذا انحلت المشاكل السياسية. أعجبني مها إنه اليوم صباحا أظن أو أمس مساء وضعتي على الفيسبوك، نحن طبعا أصدقاء يعني على الفيسبوك أيضا، أنك وأنت تحضرين لهذا اللقاء أنا طلبت منك أن تحضري نصين، قلت أنك استمتعت عندما قرأت نصك أنت جهارا، يعني كأن اكتشفت النص من جديد، وموسيقى النص. فأعجبني هذا الموضوع، وطبعا صار الوقت أن نقرأ نصا بما أننا سوف ننتقل إلى محور جديد، فأرجو أن تقرأي نصا اخترته أنت بنفسك. أنا رح أقرأ من عمتي صباحا، أيتها الحرب، رح أحط نظارات. وأنا كنت معلمة الصفحة بس ماني ملاقيتها. عمتي صباحا أيتها الحرب، أنا يمكن عندي، خليني أشوف. إيه لقيتها في مقطع رح أقرأ اسمه حديقة الحارة. صفحة 219 صح؟ بالضبط. فقدت عقلي اليوم وسمعت كلام جاراتي. لم أؤمن يوما أنني مجنونة، لكنني فعلا اليوم صدقت بأنني مجنونة. كان الطقس جميلا، ربيع يحمل معه رائحة القرية، رائحة الخضروات، رائحة نبع العين في جنديرس حين كنت صبية. أذهب إلى العين وأغسل هناك الصوف مع بنات القرية
ونضحك ونحتفي بالربيع. الربيع كان عين الماء في جندرس وتحول إلى التبولة واليبرق الطازج في الحارة هنا. تبولة الربيع ليست مثل تبولة الشتاء الكردية التي تحبينها الدونك، التي أكوي لها البصلة بالزيت وأضيفها مع دبس البندورة والبرغل والخضار. تبولة الربيع يعني ورق العنب الطازج، أقطفه من الداليا وأنقعه في الماء الساخن قليلاً ليحول لونه الأخضر إلى أصفر فاتح بلون الزيت، ثم نضع التبولة داخل ورق العنب ونأكلها هكذا لقمة لقمة بدل الخبز. نعم، الربيع هنا يعني التبولة، والتبولة تعني اللمة، واللمة تعني الحارة. تعرفين كم أحب الحارة وكم أحب جاراتي، وكنت تغارين من حبي لبنات الجارات كأنهن بناتي. وتعرفين دون شك كيف كانت بنات أم محمود أمينة وخديجة ورقية يغرن منك، لأن أمهن تحلف برأسك وبرجاحة عقلك. لكنك لا تعرفين أنني كنت أحياناً أغار من حب الجارات لك، ولا سيما أم محمود. كنت أخاف أن تفضليها علي. ألم يكفني أنك كنت تدعين عمتك حنيفة بأمك الثانية؟ أما أم حسين سعدة فلم أشعر يوماً بالغيرة من حبها لك أو حبك لها. كانت فعلاً أكثر من أخت بالنسبة لي، وكان يمكنها أن تكون أمك، وهي كذلك بالنسبة لسهى ولؤي. نعم، لقد رضعت أم حسين سهى ولؤي مع زينب ومحمد، يعني زينب أختك بالرضاعة ومحمد أيضاً. المهم، كأنني استطردت قليلاً. لعبت الجارات بعقلي، والله عفن قلبي من حبسة البيت. ولأنه الربيع قررنا الذهاب إلى الحديقة، وأنا مجنونة وافقت. نسيت أنني هرمت ولم أعد شابة، أركض في الحديقة وأفرم البقدونس وأنظف البصل الأخضر، ثم أغسله في حوض الحديقة حيث حنفية الماء التي تكاد تكون أهم مصادر الماء في الحرب. نعم، أغلب السكان هنا يملؤون الماء من حنفية الحارة، ولا سيما الذين ليست لديهم القدرة على شراء المال. أجل والله أضحك كما نقول همي ضحك، وكأن الناس هنا لديهم القدرة على شراء المال. الماء، لا أحد هنا يشتري الماء إلا القلة القليلة من المقتدرين، لأن الأثرياء هربوا، صار أغلبهم في تركيا. حسناً، ذهبنا إلى الحديقة، الشمس دافئة والورود بدأت بالتفتح، ألوان مدهشة. نعم، أعشق الربيع والمرج الأخضر المطرز بالورد الموف والأصفر والأبيض والشخشخيق. جلسنا على الحشيش الأخضر، ومدت أم رامي سجادة من أجلي، قالت إن الرطوبة تؤذي مفاصلي. والله أم رامي لا يوجد مثيل لها، كأنها ابنتي. لا تزعلي، إنها تعتني بي وأنت بعيدة، وسهى أيضا سافرت إلى تركيا. المهم، جلسنا وبدأنا بتنقيط البقدونس وتقشير البصل والثوم، ثم قفزت أم محمد واضعة الخضار المنتقات والمفرومة في طست بلاستيك أخضر لماع، وذهبت به صوب الحنفية قبلتنا. غسلت الخضار قطعة قطعة إلا أن صارت تلمع من النظافة. وضعنا البرغل والليمون والكثير من الزيت، كان الطبق الكبير يلمع بالزيت، وما إن أخرجت أوراق اليبرق المنقوعة بالماء الساخن في البيت والجاهزة لنلف داخلها التبولة حتى قامت القيامة يا مها. لم ندق التبولة، صرنا نركض في كل اتجاه. نعم، أنا حاولت أن أركض، أعطاني الله القوة لأسحف وأحاول الاختباء. كانت القذائف تسقط مثل المطر الربيع العنيف، مثل أسنان العجوز، كثيرة وسريعة وعنيفة. لحظات لم تطل حين جاء أبو محمد بسيارته الصالون الكبيرة ليجمعنا من مداخل البيوت التي اختبأنا فيها قبالة الحديقة. والله المشهد يحرق القلب، كنا نبكي جميعا، لا أعرف من الخوف أو من فرحة النجاة. كانت هذه أول مرة أرى القذائف عن هذه المسافة القريبة. مرت السيارة قرب سور الحديقة،
ونحن نتفرج على المكان الذي كنا فيه للتو، الجثث تملأ الحديقة، أطفال، والله يا مها، أجساد التصقت بالأشجار والمرج الأخضر واختلطت بالورد. كنت أبكي مثل الأطفال طيلة الطريق، وكنت أقول بصوت مرتفع: ليتني مت بدل النساء الشابات والأطفال. كثيرون لم يركضوا، كثيرون لم يفكروا في الهرب، ربما ظنوا أن القذائف تسقط على مقربة منهم ولا تطالهم، لأنهم اعتادوا النجاة. لا أعرف لماذا لم يهرب الآخرون مثلنا. عدنا ناجيات، نحن الجارات، ولكن قلبي لم ينجو. بدأت أفكر بالرحيل، ثم خفت: كيف أترك البيت؟ سيأخذه الأغراب ويحتلونه. لم يبقى لنا سوى هذا البيت، لم يبقى في كل العائلة سوى هذا البيت. سها تركت بيتها وإخواتي وإخوتي، كل بيوت العائلة هجرت. هذا البيت الأخير يا مها، بيتكم، بيتك وبيت أخوتك، لا يطاوعني قلبي على تركه. حتى فادية هاجرت. لا أستطيع الكلام، إنها الطائرة. قطع أصوات تحليق طيران. شكرا مها على هذا المقطع. سأنطلق منه في الحقيقة. هذا المحور أحببت أن أعنونه بالتاريخ، الرواية ومسؤولية الراوي. عندما كتبت عن الحرب كما قرأت الآن، كتبت عن أزمة أنت جزء منها، صح؟ يعني أهلك، والدتك، يعني كان عندك علاقة حميمة جدا مع والدتك، كانت في حلب أيضا، فأنت كنت تكتبين عن أزمة حقيقية وراهنة تحدث. وصف ما تكتبينه في تلك الفترة على الأقل بالأدب التسجيلي أو أدب الأنقاض. حتى أنت لاحظت أنك عندما تحدثت عن هذه الروايات قلت أنها تفتقد إلى الخيال إلى حد ما، لأنها الأمور أمامك، صح؟ أدب الأنقاض إذا أحببت. حدثيني أكثر عن هذه التجربة، وكيف تنظرين إلى كتاباتك في تلك الفترة الآن بعد أن صرت نفسياً على ما أظن وفنياً أيضاً في مكان آخر؟ الحقيقة الكلام اللي أنا قلته كان يتعلق بالرواية الأولى اللي هي طبول الحب، اللي هي ذات طابع تسجيلي، اللي وصفت بأنها أول رواية عن الثورة السورية. وهذه الرواية علاقتي بها كتير إشكالية، لأنها تفتقد إلى الخيال وتفتقد إلى الأدوات الفنية، فيها جزء تسجيلي لكنها رواية. الحقيقة أنا أحب هذه الرواية، يعني يمكن تكون أضعف رواياتي فنيا، بس أنا أحبها لأنها هذا الطفل المريض، هذا الطفل الذي ولد كسيحا، يعني فبيضل عندك إحساس بالرأفة أو بالعناية تجاهه. أدب الحرب أدب يعني وأنا عم أحكي معك الآن ما كنت أتخيل ذات يوم أنه أنا أدخل هاي التجربة. المقطع اللي قريته من عمتي صباحا أيتها الحرب هو على لسان أمي، اللي هي بتقلي أنه توقفي عن الكتابة، أنت جبانة ولا تعرفين كيف تتحدثين، أنا سأروي هذه الرواية. وفعلا ساعدني استنجادي بصوت أمي على قول أشياء يمكن أنا جبانة أنه أقولها. فأحد النقاد أعتقد الأستاذ نبيل سليمان كتب عنها وسماها شهرزاد الحرب، لأنها كان في تقنية أنه بدل ما شهرزاد تصمت عن الكلام لأنه الديك، هون كان الطيران والتحليق الحربي، هو تحليق الطيران هو اللي يقطع السرديات الحرب. تجربة الحرب مرعبة. أنا عملت ثلاث روايات بهالفترة: طبول الحب، عمتي صباحا أيتها الحرب، وبعدين عملت مترو حلب. كان في نضج فني متدرج من الأولى للثالثة. أعتقد مترو حلب هي رواية ناضجة فنيا، اشتغلت فيها كثير على الخيال، لأنه المرحلة اللي كتبتها فيها تقريبا 10 سنوات بينها وبين طبول الحب. يعني ما بدي أقول أنه صار تطبيع مع الألم أو تطبيع مع الحرب، ولكن صار يعني طلعت من حالة البنت المصدومة
صح. أو الكائن اللي يعني أنا بيومتي صباحا ماما بتحكي إنه سقط البيت فعلا، يعني أنا بيت أهلي سقط على أمي، نزلت قذيفة والبيت تحول إلى كل شيء تلاشى يعني. فكنت أنا يعني محتاجة كمان إنه عم بركض بكتب وبعمل مثل واحد عم يعني كنت انا حاله حرب، كنت انا عايشه حاله الحرب، اني عم بلم الانقاض وعم بكتبها، عم بركض هون وبركض هون. في مترو حلب هديت، في مترو حلب رقت شوي وصرت يعني افهم شو عم بيصير، طلعت من حاله الصدمه. لانه يعني بصراحه يعني نحن السوريين، بعتقد انه اغلب السوريين اذا سمعوني عم بقول هيك رح يكونوا متفقين معي، يعني منحس انه نحن نضحك علينا او نحن يعني انخدعنا او نحن تركنا، يعني في نوع من الشيء غير اخلاقي اللي صار يعني ولا يزال يعني يستمر. يعني اللي كان عايش بسوريا تجربة الحرب اجى على المنفى لهلا في خوف، لهلا بيقول لك الدنمارك عم بترجع السوريين وتركيا في قافلة لازم يرجع. هلا نحن السوريين يعني اللي هيك عم بيصير فينا، يعني لهلا عم ندفع آثار الحرب. ويعني العالم، في جملة بقولها بمترو حلب انه العالم لا يريدنا، اين نذهب بأنفسنا؟ يعني يعني كتابة الحرب، يعني تجربة الكتابة عن الحرب، يعني لما كنت أسمع عنها قبل، أنتوا يعني في لبنان عشتوا الحرب الأهلية قبلنا وانكتب كتير، لما كنت أقرأ الروايات اللبنانية ما كنت يعني أشعر، يعني كان هو رواية أقرأها كأدب، بس لما دخلت التجربة وصرت أنا جزء من نسيج، أنا صرت يعني مفردة عايشة ومتأثرة بهي الحرب، حسيت قديش الأدب أمام تحدي إنك تكتب عن شيء فعلاً عم بيجرحك، عم بيحك جلدك، عم بيقحط جلدك، وأنت بدك تنتصر للكتابة وتقدر تكون على قد هذا الألم، يعني تكون مخلص للفن ومخلص لألم الآخرين. يعني كتير تجربة. أنا أتعمق في هذه الفكرة معها، لأنه فعلاً وضعتي الإصبع على الجرح هنا بين توثيق الحرب والسرد الفني للرواية. يعني أنت قلت الآن أنك عليك أن تكوني أمينة للإثنين، للعمل الفني ولمجريات الحرب. أترين أنك مجبرة، يعني هل شعرت أنك عليك أن تكتبي عن هذه الحرب من باب الانتماء والالتزام الأخلاقي الإنساني تجاه سوريا وتجاه أهلك في سوريا؟ أعرف أنك ترفضين فكرة الأدب القضية، يعني لا تحبين هذا المصطلح على الأقل. أما أن يعني هل هو من باب، يعني كتبت عن الحرب، هل هو من باب الانتماء ومن باب من هذا الواجب القضية، أم أنك مثلا أردت أن تترجمي ألما ما أحسست به، أم أنك كنت تحاولين التصالح مع مها التي تعيش فترة الحرب؟ يعني هي الكتابة التي تداوي بهذا المعنى، يعني أم أن لا، هي كانت كتابة تجرح حتى. يعني من هي مها حسن التي كتبت عن الحرب، ولماذا كتبت عن الحرب؟ أعتقد هي التجربة، يعني أعتقد الكتابة بشكل عام، يعني بشكل من الأشكال، هي نوع من الشهادة. أعتقد أنه أنا كنت عم بمارس شهادتي على بطريقة أدبية. دوري أنا كنت برا، كنت خارج سوريا، ما كنت جوا. لو كنت جوا كمان كنت، لو ما كنت كاتبة كنت رح أكتب وأنا داخل الحرب. فأنا بعتقد هي القصة تقاسم، يعني رغبة في تقاسم الخبرات الإنسانية. نحن نجونا من الألم عن طريق الاطلاع على آلام الآخرين. يعني حتى هي التجربة قديش صعبة، بس أنا أتمنى أنها تكون يعني أداة مساعدة لا سمح الله للأشخاص اللي عم تدخل بلادهم في حالة حروب. ف يعني أنا كيف تقول لك، لما كنت أتألم كانوا يوقفوا معي الأدباء، لما كنت أقرأ مثلا خلينا نقول همنجواي، لما أقرأ أي يعني حتى الأدب العربي ما بتجيني أسماء،
كانوا يساعدوني، كانوا ينقذوني. فهي الكتابة كمان هي موجهة، يعني هي نوع من قاسم التجارب بطريقة فنية مع القارئ، القارئ اللي ما بيعرف شو هي الحرب. يعني أنا ما كتبت هاي الرواية للسوريين، أنا كتبتها للناس لحتى يعرفوا شو يعني ألم الحرب. واللي بتمنى يعني برجع بقول إنه ما حدا يعيش هاي التجربة، بس يبدو إنه مستقبل البشرية كله حرب. يعني يبدو إنه نحن قد ما بنشتغل على السلام، في جهات يعني بتشتغل بالمقابل أكثر مننا على مفهوم الحرب. فيمكن هي الكتابة هي نوع من أنواع يعني مد الآخر بالتجارب. هلا أكيد شيء شخصي، في كمان أنا عندي دوافع الشخصية أكيد، يعني إنه أنا في نوع من التكفير عن الذنب، إنه أنا بعيدة، إنه أنا ما فيني أنزل أجيب لهم كهرباء ولا أجيب لهم إنترنت ولا أعبي لهم مازوت، ما فيني أنا أروح يعني أشتغل بالثورة مثل ما كانوا مثلا صديقات في هذاك الوقت بالداخل، كان دوري بعيد. فيمكن أنا كنت أعتبر إنه الكتابة وظيفتها إضاءة الأماكن المعتمة. وللأسف للأسف يعني كانت تجربة الحرب هي التجربة اللي ما خطر لي يوم إنه هي تكون التجربة اللي أنا راح أدخل حتى أحكي عنها، فكانت هي هذا العتمة اللي كان لازم ضويها بالكتابة. طب مهم بين صرامة التاريخ في أحداث معينة تحدث وحرية الرواية، العالم الفني للرواية، أين تقف حرية الروائي في التاريخ؟ بالمقابل ما الحرية التي يحظى بها الروائي ولا يحظى بها المؤرخ؟ والله أنا ما مرة حسيت بهاي الأزمة، لأني أكيد يعني خلينا نقول إنه في شكلين من أشكال التأريخ، الدوكيومنتاليست، التوثيق، الرجل اللي بيشتغل بالمكتبات أو بيصنف الأحداث مثل ما هي، والرواية اللي هي يعني أنا بعتبر الرواية هي التاريخ الحقيقي، هي صوت الضعفاء، هي صوت الهامشيين، هي بتروي الأحداث. فيصل دراج يقول إنه الرواية هي تاريخ المهمشين، صح؟ حلو. يعني أنا آسفة أقول، بعتذر كثير إذا هذا الحكي ممكن يزعج حدا، بس أنا بحس إنه الروائي أقوى، لأني الروائي باب مفتوح على التجريب، ما عنده يقين. لما أنا بقدم نماذج، بقدم حالات الألم، بدخل يعني أنا عم بأرخ الألم الشخصي لأمينة، لرقية، لخديجة، لعلي، لبلال، لمها، عم بحكي عن الألم اللي ما بيقدر يشوفه المؤرخ. فبحس أنا إنه الأحداث الكبرى والعناوين الكبرى شغلة رجال التاريخ اللي أنا بحترمها، بس أنا بحس حالي حرة أكتر، وبحس بشغلي في نبل أكتر، لأني ما عندي أجندة. أنا ما بشتغل حتى يعني أقول فلان انتصر على فلان، أنا ما عم بحط إنه ثم انتصر الفريق الفلاني على الكذا وقدمت الهدنة، أنا ماني داخلة أقدم يعني انتصارات، أحقق انتصارات على حدا. أنا جاي أقدم، أشرح، أفصل، أعرض الألم البشري، التجربة الإنسانية، حتى الأمل، مو بس يعني مو بس الشيء السلبي، يعني حتى كيف الناس واجهت هذا. يعني ماما عمتي صباحا بتحكي مواجهاتهم اليومية لقلة ندرة الطعام، لعدم وجود الكهرباء، كيف بيبتكروا الضحك، كيف بيبتكروا المتعة، كيف بيخلقوا الحكايات الحلوة. فهذا أنا بشوفه فيه نبل وفيه انحياز أكثر للإنسان، بينما التاريخ يمكن فيه انحياز لقوى كبيرة، لشخوص، لزعامات. لهيك أنا ما بحس بهذا الصراع ولا معنية فيه، منطقتي لحالي وعم بشتغل فيها ورضياني فيها كتير. حلو. مقطع ثاني مها؟ إيه، مقطعا ثانيا رح أقرأ من آن فرانك. هي من في بيت آن فرانك. والآن
عزيزتي آن، أنا لنا أن نتفق. سأمضي قريباً قرابة الشهر في هذا البيت، ولا تزال مشاعر الحذر تتملكني. كلما دخلت المنزل خفت من مضايقتك، حتى أنني لا أجرؤ على دخول غرفتك المغلقة ولا إلى الصعود إلى الطابق الأعلى، ولكن ربما صار علينا أن نتفاهم. ما رأيك؟ ها أنا أتحدث إليك بصوت مسموع وأشرح لك كل ما أفعله حتى لا تشعري بالغربة معي. أصف لك أنواع الطعام الذي أطهوه وأسماء الأغاني التي أسمعها، بل وأحدثك عن كل شخص سيدخل البيت قبل أن يأتي لتكوني جزءاً من حياتي، وكي لا تشعري بأنني أعاملك كطرف آخر. أنت تملكين حق البقاء في المنزل، وأنا أيضاً. يجب أن تعترف إحدانا بحق الأخرى في البقاء. هذا منزلك، أنا أعي ذلك، ولكنك ميت الآن، وقد عرض علي أن أقيم هنا في هذا المنزل الذي كنت تسكنين فيه قبل 24 عاماً، وها نحن معاً سوف نقتسم المكان. كان بإمكاني العودة من حيث أتيت وأن أترك لك المنزل، ولكنك تعلمين أن ثم شخصاً آخر سيحل مكاني، لأن ما من كثيرين غيري يعتقدون أنك لا تزالين موجودة في هذا المكان. هذا من ناحيتك أنت، لن تستفيدي من غيابي. أما من ناحيتي أنا، المرأة الهاربة من كل شيء، الفارة على الدوام، التي تطوي صفحة تلو الأخرى دون إتمام التدوين فيها أو قراءتها، لأنها تعتقد أن ثمة صفحة تنتظرها في مكان ما. لهذا قررت البقاء هنا. إن بقائي هنا يعني تغلبي على خوفي، يعني استردادي لثقتي الضائعة بالمكان، يعني بعضاً من استقلاليتي. أتقدرين أهمية كل هذا بالنسبة لي؟ نحن فتاتان شديدات الاختلاف. أنا أنتمي لجغرافيا ولتاريخ ولثقافة مختلفين تماماً عن انتماءاتك، ولكننا نتشابه أكثر مما نختلف. في الكتابة هاجسنا. لم تكوني متعصبة لديانتك، وربما لو تمكنت من العيش أطول لكنت أصبحت مثلي، تضعين الدين جانباً. فأنت كاتبة ولم يكن يهمك أكثر من أن تكتبي، وأنا أيضاً. إنما يجمعنا يا أنا كما يناديك الهولنديون أكثر مما يفرقنا، مع أنني ولدت بعدك ب 37 سنة تقريباً في منطقة من العالم لم تسمعي بها ربما آنذاك، حيث أتحدر من شعب لا تعرفين عنه شيئاً، وأتحدث لغة لم تسمعيها يوماً. أنا هنا أسمع موسيقى عربية وكردية، وروحك تحوم حولي. أطهو اللوخية واليبرق بالزيت، وأنت لا تفقهين عنهما شيئاً، لكني أشرح لك وأدعوك لتناول الطعام معي ما دمنا نسكن معك. فلنتقاسم لحظاتنا معا، أترجم لك ما أكتب حيث أنت لا تعرفين العربية. نحن نعيش معا كائنتان منفصلتا الثقافة، ولكن متشابهتان في أشياء كثيرة. لقد كان الفرار أكبر تيمة ملازمة لحياتك، وأنا أنت فررت من ألمانيا أولا من النازية، ثم فررت من منزلك الجميل هذا، ثم قادوك إلى مخيمات اللجوء لأنك يهودية، وأنا فررت من بلد لا أعرف إن كان بإمكاني أن أسميه بلدي لأني أحبه رغم عذابي فيه، ثم تعلمت الفرار واعتدته. أنت تفهمينني دون شك، كانت روحك حرة وكنت تتشاجرين مع الجميع، وأنا أيضا فعلت كل هذا من أجل حريتي. ها نحن هنا معا، نحن الاثنتين. أنا التي ولدت في عام 1966 في حلب، وأنت المولودة في العام 1929 في فرانكفورت. أنت التي تتحدثين الألمانية والهولندية والفرنسية وربما العبرية، وأنا التي أتحدث العربية والكردية والفرنسية. نجتمع الآن في منزلك في شقة ميربر دي بلاين التي كانت ملجأً لعائلتك بعد الفرار من النازيين، وهي ملجأي الآن للفرار من خوفي. أنت تفهمينني جيداً لأنك كاتبة ولأنك امرأة ولأنك تواقة إلى الحرية.
سنتقاسم الشقة إذن، وستستمتع كل منا بحريتها دون أن تزعج إحدانا الأخرى. حلو كثير. مع المحور الثالث أحببت أن أعنونه بفن الكتابة. سنتحدث عن الكتابة ومهنة الكاتب. أشعر أحيانا، هون صلحي لي معها، إنه المهنة الحقيقية هي المهنة الكاتبة. يعني هي مش بس مهنة، يعني هناك الكتاب الذين مهنتهم هي الكتابة. أظن حتى رشيد الضعيف مرة قال لي: بلال أنا لست مثقفا، أنا صاحب مهنة. أشعر أنه لا، مهنة الحقيقية هي المهنة التي تكتب، وكأن المهنة التي تعيش معنا افتراضيا هي تلعب دور. صلحي لي يعني، ما هي زائرة يعني. حتى أنا تقولين في مكان، وصدمني هذا الموضوع في مترو حلب على ما أظن، أنا لا أؤمن بالصداقة كما لا أؤمن بالحب، كما لا أؤمن بالعائلة، كما لا أؤمن بالوطن، أنا لا أؤمن إلا بالفن. هيدا على لسان أمينة، هي كل شيء. هيدي كانت على لسان أمينة في الرواية، مو أنا، أنا ما أتبرأ من هذا الكلام. الحقيقة أنا عندي كتاب صدر مؤخراً، أحد يسكن رأسي، بحكي فيه تجربتي الكتابية، كيف وصلت لهذا المكان. عندي صديقة بحبها كتير، وأنتوا كلكم بتحبوها، هي إنعام كججي. كنت كاتبة مرة إنه حياتي الحقيقية تحدث في الكتابة، أما حياتي خارج الكتابة فهي مجرد تسلية. فعصبت علي إدعام، تقول لي غلطانة يا ما. هلأ إيه، بحس إنه الكتابة فيها، أنا أول كتاب إلي بلال اسمه اللامتناهي. يعني أنا من بداياتي، حتى خليني أقول لك قبل الكتابة، وأنا مغرمة بالتعدد داخل الكائن. فالكتابة تعطيك هذا المكان أنك تكون أكثر من شخص وتعيش أكثر من حياة. يعني أنا أتماهى مع أبطال رواياتي لما بكون عم بكتب، فعلا بيصير فيني نوع من لما كان يمكن حكاية، يعني يمكن أينشتاين صارت معه، إنه كان عازم حدا على الغداء وتأخر، فهذا الحدا أجا أكل ومشي. أينشتاين طلع ليأكل، شاف إنه الأكل، قال أنا أكلت ونسيت. يمكن فيني أنا هذا الهبل اللي له علاقة بالكتابة، إنه أنا إذا بكون قاعدة مع ناس بحس إنه بعصني قلبي، إنه بدي روح أكتب، إنه تركت كأني تارك الأكل على النار أو الولد، فبدي أرجع لأني بدي أكتب. فعلاقتي بالكتابة علاقة مو طبيعية. أتمنى إنه، يعني لا أتمنى هذا للكتاب الآخرين، لأني بحس إنه أنا كتير منغمسة في عالم الكتابة، وبحس إنه الحياة اللي منعيشها، الحياة البيولوجية اللي أعطانا إياها الله، سريعة، ورح نموت. يعني نعيش حياتي كمحددة، يعني من 1 لـ60 لـ70 حسب الله كل واحد شو كاتب له. بس بالكتابة انت عم تسرق حيوات، انت عم تضيف حيوات، انت عم تغني، انت عم تخترع. فبحس انه عالم الكتابة يعني انا مهووسة فيه، يمكن لا ازال يعني محتفظة بالطفلة اللي بداخلي، بألس في بلاد العجائب. وبظن انت ما سألتني، بس بظن انه هذا الشيء جاي من الضيعة عندي. يعني انا لما كنت في اولاد الضيعة، ما بعرف اذا انت تربيت بضيعة او بمدينة، عندك الافق المفتوح، فهذا الشيء بيخليك دائما على تواصل مع كائنات اخرى، بتحس انك مو قدامك عمارات فبتحس دائما هذا المخيال عندك مفتوح، فبتعيش. وانا حكيته باحد يسكن راسي، يعني بابا رباني وانا صغيره كان يخترع لي قصص الجن وحكايات، فكنت انا وبابا عايشين بهالغرفه بس عم نسافر لمحلات تانية. وهي القصه كان يعيشها كيركيغارد، كثير بحبها، انه والده كان يعمل له نزهات داخل الغرفة، كان يقول له غمض عيونك
وكانوا يتجولوا وهن داخل الغرفة. فبحس إنه الكتابة هي اتصال مع كائنات كثيرة، مع بشر، مع يعني حتى مع كائنات غير مرئية، ممكن تكون أحيانا مع الحيوانات، ممكن نكتب عن لسان حيوان أو أنسنة الأشياء اللي كانوا حتى الصوفيين المتصوفة يكتبوا عن النمل مثلا تبع الحلاج إن هبت دبت نملة. ف يعني هاي الاستغراق مع الكتابة يمكن هو مرض، يمكن هو منحة إلهية، يمكن، بس أنا سعيدة فيه، يعني أنا بحبه وما بتمنى أتعافى منه. لذلك أنا يمكن حدا أتهم أحياناً أنه أنا بنجز كتير، تقريباً كل سنة، تقريباً كل سنة أو كل سنتين عندي كتاب، لأن أنا حياتي كلها يعني عطيتها لهذا يعني العشيق اللي أنا يعني بالنسبة لي مستحوذ علي، اللي هو الرواية يعني أو الكتابة. ما أريد أن أعود إلى حلب. أنا يمكن ما قلت لك ولا مرة هذا الشيء، بس أنا تربيت في حلب فترة طويلة من حياتي. أنا بذكر حلب كثير منيح لأن ستي حلبية، فأيام الحرب اللبنانية سكننا في حلب، فبعرف السبيل والشهباب يعني بعرفهم كثير منيح هذول. في مرة معناها متصادفين بس ما كنا نعرف بعض صحيح. بس يعني أعجبني كثيرا كتابك الأخير المكتوب بالفرنسية على فكرة، ليس مترجما إلى الفرنسية. كانت تجربة جميلة، يعني عرفت كيف عملتي مع هذا الكتاب مع صديقك. تقولين إنك مدينة لجميع النساء اللواتي ظهرن في حياتك، وهذا واضح في هذا الكتاب. الكتاب لمن لم يقرأ لم يتسنى له أن يحصل عليه، تقدمين قصص 80 امرأة، معظمهن التقيت بهن، هن من حلب أو نساء في حياتك أتينا إلى حلب، تقاطعت طريقك مع طريقهن، وتقدم كل امرأة نفسها من الكواليس باستعمال في تقنية للمسرح الإغريقي. ف يعني جدا كتاب رائع في الحقيقة. وعجبني في الرواية أنها رحلة إلى عالم نسائي حلبي بامتياز، في حميمية اللقاءات، حميمية الاستقبالات، سير نساء ورثنا الظلم والمنفى، تاريخ لحلب 100 سنة، تبدأين حتى بقصة جدتك الأرمنية والتي لم تكوني تعرفين أنها أرمنية. فتذكرت أنا جدتي أيضا. مها حسن، ماذا أردت أن تقولي في هذه الرواية؟ وأريد أيضا لو تتحدثي عن ليس فقط الأصوات وما أردت أن تقولينه في هذه الرواية، لكن أيضا عن شكل الرواية، لأنه حقيقة استوقفني أنه في نوع من الخلط بين الأجناس الأدبية فنيا لم نعهده في الروايات العربية. فلو تحدثت أكثر عن هذه الرواية. حتى بعتقد بالأدب الفرنسي كان في مشكلة، يعني أنا تعذبت حتى نشرت الكتاب لأني ما كان أي ناشر لما يستقبل الكتاب يقول لي إنه هي فيكسيون ولا تمونياج، حطوا صلة ذاتية بالأخير صح؟ لا رفضت، لا رفضت، قلت لهم رواية، فكانوا يقولوا رواية، رواية سرد ذاتي. قلت لهم شو ما بدكم قولوا، هي رواية، هي فيكشن بالنسبة لي. فكثير ناس قال لي إنه هي شهادات، لا، قال لهم رواية. فأنا حدا بكمل لك لما كنت أقول لك إنه حدا كثير مغرم بالكتابة، فما بهمني التصنيف، يعني بحب أنا جيب النص اللي بيشبهني الملون. أنا امرأة كتير متعددة، لما أنت عم تحكي عن ستي الأرمنية ونساء الحلبيات، يعني نحن، أنا تربية ماما أمها حلبية، جو النساء الحلبيات اللي هن النساء الفرفوشات، خلينا نقول المكياج، اللبس، الكوافير، الأشياء، الجو والدي ستي الكردية اللي هي المسبحة، السجادة، الحكمة، الكلمات اللي هيك الرايقة، عالم روحاني مختلف. فأنا تربية متناقضة ما بين المادي الحيوي والسعيد والاجتماعي والمحب للحركة والحيوية،
وبين الجانب التأملي الذهني الأقرب لهي الطريقة النيتشوية الروحانية الهادئة. فأنا بهذا الكتاب حبيت إنه هو موجه للقارئ الغربي الفرنسي، كونه مكتوب بالفرنسي، هو رحلة لحلب ورحلة لبيوت حلب ورحلة لنساء حلب اللي نحن منشوفهم من الشارع، منشوف النساء اللي تعرف الباتشاي من الغطل، بيحط الغطل وش البنت اللي ما منشوف وشها، أو حتى اللي بتحكي من وراء الباب ممنوع يطلع وشها إذا حدا عم بيدق الباب. حاول دخل الناس لبيوت هدول النساء وشوف قديش الشغف والبهجة والسعادة وهي الأجواء، خلينا نقول شوي الشهرزادية، يعني أجواء الفرح، أجواء عادة النساء. وأنا كتير كتير يعني وأنا بحكي معك بلال بحس أنه أنا كتير سعيدة أنه أنا امرأة، لأني كوني امرأة يعني فتحت لي أبواب هي يعني النساء اللي يمكن الرجل في عمر معين، أنتوا الشباب ممكن تروحوا على الحمامات مع أمهاتكم أو بتشوفوا الجيران لما تكون عمرك 5 6 سنين، بس بعدين بتنحرموا من جمال هذا العالم الجمالي اللي فعلا أنا قررت أقدمه. وبنفس الوقت أقدم قضايا العنف وقضايا الاضطهاد اللي عاشوها النساء، حكيت عن جرائم الشرف، عن الزواج القسري، حكيت عن تيمات كتيرة. هلأ الشكل الكتاب، أنت قلت أنه العلاقة بالمسرح الإغريقي، كتير حبيت أنه يكون في ديمقراطية في السرد، تيجي كل امرأة أنا ما أتدخل فيها تيجي تقول أنا اسمي خولة، أنا بعمل كذا، أنا هيك جوزي بيعاملني، أنا فلاني هيك قالت لي. حكاية كل امرأة هي بتعمل فصل، بجي أنا بعمل فصل بعده عن حدث يتعلق بالمرحلة. مثلا أنا بحكي عن فترة الإخوان المسلمين، ففي شيء يعني التاريخ الفردي، الحكايات الفردية مع تاريخ البلد. بلشت الرواية من مجازر الأرمن اللي هي ستي كانت ناجية وأجت على حلب بعد ما هربت من تركيا، فبحكي تاريخ سوريا خلال 100 سنة للحرب. لذلك لما بحكي مثلا عن اللاجئة السورية في السويد بكون عم بحكي عن تاريخ المنفى الجديد، لما بحكي عن الحرب السورية فعم بحكي عن قضايا النساء بين قوسين الصغيرة بالتقاطع مع القضايا الكبرى للبلد. لهيك الرواية اللي هي رواية بالنسبة لي لأني أنا روائية، ما كانوا عم بيعرفوا وين يصنفوها، إنه هي شهادات ولا هي خيال. في أسلوب سردي تخيلي، في لقاءات مثلا بين نساء ما ممكن يلتقوا، ستي اخذتها على امستردام خليتها تقعد مع آن فرانك، صاروا يحكوا مع بعضهم بين الارمنيه واليهوديه انه هي مها، صاروا يحكوا علي يقعدوا يتفقوا علي انه مها بتضل كذا، فعرفت. ففي شيء تخيلي، بس انا حبيت العب يعني انا ما بتخلى بكل عمل، بحاول ما اتخلى عن اللعب الفني، لاني بالاخر يعني نحن عم نقدم فن هدفه كمان متعة، يعني أنا بدي القارئ يستمتع، مو بس يعني أنا ما عم بجيب كتاب تاريخ أو كتاب أكاديمي، ما عم بحكي عن تاريخ سياسي. لذلك أنا يعني قدمت تاريخ سوريا من وجهة نظر النساء في قضايا اجتماعية وسياسية بل ودولية. يعني أنا بحكي كتير عن مثلا قضية عفرين، أنا بحكي عن حمل النساء للسلاح، النساء الكرديات اللي حملوا السلاح، في قضايا كبيرة أنا تطرقت لها، ولكن دائما بصوت النساء عن طريق المرأة اللي هي دائما كانت مقموعة. ممكن نرجع هون لفكرة أنه المستقبل هو لرواية المرأة، لأن النساء هن اللي عم بحاول، أنا مثل ما قلت أنت أنه أنا برفض أتصنف، بكره التصنيفات أنه أدب معارض، أدب كردي، أدب نسوي، أنا برفض كل هاي التصنيفات، لأني بعتبر أنا حالي حدا ينتمي للكتابة، بلدي هو الكتابة، هويتي هي الكتابة، وانتمائي هو الكتابة. بس أنا استفدت من كل هذا التنوع اللي عشته، من اللغة الكردية لوجودي بين النساء للأمكن اللي عشتها لحتى أغني عالم الكتابة.
نعم، مها اللي استوقفني أن دخلت إلى هذه الحميمية المغلقة، صح؟ يعني كما ذكرت أنه النساء الذين يلبسن الشادور والحجاب إلى آخره في عالم آخر تماما. ومختلف جدا، وأنت دخلت إلى هذا العالم بالفرنسية. واستوقفني أن آسيا جبار تقول أن العربية ترتبط في ذهنها أن الفرنسية هي اللغة الأدبية بالنسبة لها، لكن اللغة العربية ترتبط بالحميمية اللقاءات النسائية. أنت تحدثت عن هذه الأمور بالفرنسية، ومش سهل، فأريد أن أعرف عن هذه التجربة، تجربة اللغة، وكيف استحضرت لغة جديدة لك بالنسبة، يعني على الأقل أدبياً، وسحبتها إلى المشاهد العميقة التاريخية، يعني الطفولة وإلى آخره، وهذه العوالم المغلقة. كيف حدث ذلك؟ وكيف طوعت اللغة الفرنسية للتعبير عن هذه الأمور؟ وماذا يعني لك أن الكتاب صدر بالفرنسية وليس بالعربية؟ الحقيقة الشغل كتير كتير كان صعب بلال، لأني أنا كنت أكتب باللغة العربية، يعني كان صعب علي. أنا حتى الآن يعني بفكر باللغة العربية وأترجم فكرتي بالفرنسي، يعني أنا حتى الآن قليل إنه يطلع تلقائيا الفرنسية. إذا بكتب نص بالفرنسي بوقف بنصه وبرجع بترجمه للعربي حتى ارجع افهم حالي، فانا لغه التفكير تبعي هي اللغه العربيه، لذلك انا كنت اكتب بالعربيه ثم اترجم بالفرنسيه. هلا الكتاب حتى على القارئ الفرنسي يمكن صعب، لاني انا بوصف اجواء مثلا البيوت الحلبيه، بقول مثل نيلي وشريهان، صح. بدي اشرح له كل مره للفرنسي مين نيلي عنا، يعني فوزير رمضان. في سياق اجتماعي وثقافي بالضبط بالضبط، لا يترجم. كتير صعب. يعني أنا عملت شغل فيه شيء أكاديمي كمان، لهيك كان يعني كانوا ما عم بيعرفوا إنه الناشرين إنه هذا مو رواية محضة، لأن في اشتغال. يعني بتقعد تشرح له مين شو اسمه الإخوان المسلمين، مين شفيق فياض، مين. فأنا عم بشتغل كمان، يعني رحت على شيء توثيقي لحتى أشرح لهم مين هاي الشخصيات، مين نادية لطفي مثلا، أنا كتير بحب نادية لطفي، فتعال أشرح لهم، ولا شادية، ولا أغاني أسمهان، لما بحكي لهم إنه ستي كانت تغني وكانت تحب أسمهان وتغني لنا أغاني أسمهان في البيت. طيب كل مرة كمان المشكلة إنك مو بس أنا عم بجيب اللغة للفرنسي، كمان إنك كيف بدك تدخل العقل الفرنسي وتدخله بهذا المجتمع اللي فيه كتير من ألف ليلة وليلة، بالأجواء المنمطة هو عنده، يعني هي مش تبعنا ألف ليلة وليلة، هي عنده، لحتى يفهمني هو بيروح لألف ليلة وليلة، هو كمان عنده مشكلة معي إنه حتى يقراني. طب لماذا كتبت الكتاب بالفرنسية؟ أنا كتبته أريد أعرف الجواب، يعني كتير لأني أعرفك، لكن كتير أريد أن الجو. أسمعه منك للمشاهد هلا السبب الاول اللي انت بتعرفه منيح انه انا يعني بعيش بفرنسا وبحمل الجنسيه الفرنسيه ولست مترجمه الى الفرنسيه، وهذا السؤال اللي وين ما بروح بيسالوني اياه الفرنسيين، بيزعجني جدا هذا السؤال بالندوات، انه ليش انت مو مترجمه. يعني حتى في مرة بستراسبورغ كنا، كان مترجم تبع رشيد الضعيف، نسيت شو اسمه، واجنر هيك شيء، فقال لي انه ليه ما بفهم ليه ما هيك مترجمة. فالشيء الأول إنه أنا بدي أصحابي الفرنسيين والمجتمع الفرنسي والناس اللي أنا عايشة حواليهم والبلد الثقافي، يعني كان هو نوع من كمان إنه انه انا فرنسيه، بدي الفرنسيين يعرفوا انه انا شو بكتب، بيعرفوني ككاتبه. هاي واحد. الشيء الثاني انه ما بيعرفونا منيح، فكمان كنت حابه يعني اقول عما يحدث في بلادنا عبر النساء، يعني كنت حابه اقدم هيك رحله، اخذهم برحله لسوريا
من خلال النساء. حتى يعني أنا بعتقد هذا الكتاب هو حوالي 480 صفحة، يعني كتاب هو دسم. بعتقد ممكن يكون في المستقبل، يعني يكون شكل هيك مرجعية اجتماعية، مثل ما عم نحكي هون الأكاديمية، الشباب الأكاديمية الألمانية، إذا في شيء موازي عند الفرنسيين أكاديميين شباب يفهموا تفاصيل المجتمع السوري، المطبخ السوري، الحجاب السوري، الحجاب اللي ما له علاقة بالتشنج الديني، الحجاب اللي تحت الأسود مليان ألوان ومكياج وفساتين حلوة، وفي موسيقى بالبيوت، في ريحة الأكل، نوع من حتى في أشياء إيروتيكية. بالضبط. أنا يعني كنت مترددة أقول إيه، كنت مترددة أقول يعني في شيء مثل، خلينا نقول كأنك أنت عم تدرس يعني الإثنوغرافيا هذا الشعب من خلال الرواية. فكتير أنا كنت يعني، هي إذا بدك بلال بجد، يعني هي شهادة حب لحلب، للنساء السوريات، للنساء الحلبيات، لعالم المرأة الشرقية اللي أنا اختصرته بحلب، بس أكيد كمان في تقاطعات، المرأة اللبنانية، المرأة المغربية، الجزائرية، في يعني الفلسطينية، في تقاطعات كثيرة بين النساء الشرقيات، حتى الأرمن اللي كانوا عايشين بحلب، حتى المسيحيين حلب. يعني إنه تقدم عالم المرأة للمجتمع الغربي. كنت حابة أقول قديش عنا غنى، قديش عنا تلون. هذا الكتاب أنا بعتبره هو فعلا يعني وثيقة حلب الملونة. يعني المجتمع الحلبي مجتمع كتير متلون، الكرديات، اليزيديات، الدروز، التركمان، في تنوع. بس السياسة هي راحت أخذتنا لشيء اسمه الحرب الأهلية، بينما المجتمع مجتمع جميل ومتناغم، وناس بيحبوا بعضهم. يعني كنا نقعد هاي الاستقبالات، تجي ست مثلا تلبس ديكولتي وتجي ست تكون لابسة عباية، فما عندنا هاي المشاكل. ما مرة عالم المرأة عالم يعني يميل دائما نحو السلام، نحو المحبة، ما عندهم هاي الصراعات اللي صنعوها يعني أساطير السياسة. يعني بس لكن مها، عندما نتحدث عن هذه الحميمية، يعني خليني أفسر لك ما أريد أن أقول، إنه عندما نكتب بالفرنسية أصلاً نبتعد عن هذا العالم ونصفه من الخارج، فالفرنسية قد تشكل هذه المسافة الضرورية لوصف حلب من خارج التاريخ وخارج المكان أيضاً، يعني من الخارج 100 سنة، صح؟ هل مكنتك الفرنسية من الخروج من التابوهات؟ جدا، يعني تتحدثين عن تابوهات جدا بلال، جدا. لاني الفرنسية يعني ساعدتني. انا قلت لك انه كان الجمهور الفرنسي يذكرني باشياء انا ما كنت استرجي اقولها. الفرنسية هي لغة، وانا حكيت هذا الكلام من فترة، انه انا لم أتعلم الفرنسية في طفولتي في فرنسا، لذلك الفرنسية ليست لغة تابو بالنسبة لي. ما تعلمت ما لا يجوز أن أقوله بالفرنسي، تعلمت ما يجوز، ما يجب، ما يحق لي. فتعلمت أعبر عن حالي، عن فرديتي، تعلمت كل ما أنت يعني كنت أكثر التصاقا بذاتك، كل ما كان مكانك مرحب به لدى الآخر. وهو هذا هو الإبداع الأخير والكتابة، هو أن تنزل إلى جوهرك الشخصي النفسي. فالفرنسية نعم، أنا بالفرنسية يعني لا أفكر إنه هذا سوف يؤول كلامي، عرفت؟ ما في ما ليس لدي قلق إنه يفهمني بطريقة غلط، لأنك أنت لست في موقع تبرير أو شرح. بينما يعني باللغة العربية أحيانا تستطرد كثيرا حتى تقول أنا لم أقصد هذا، أنا قلت كذا ولكن لم أقصد كذا. بالفرنسي لست مضطرا لتوضيح، تتحدث والآخر يعني ما في هاي المعركة المسبقة أو سوء النية ليترجمك بطريقة إنه هو إذا يحارب، هو عنصري، هو عرفت هاي التهم الكبيرة. أنا تربيت يعني في سجن هو سوريا، وبيئة كلها يعني إيديولوجيا، وكلها خوف، وكلها حسابات، وكلها إذا بتحكي هيك بيزعلوا الأكراد، وإذا بتحكي هيك بيزعلوا العرب. تجي على فرنسا
ما بيزعل منك الفرنسي، ما بيزعل، بتقول اللي بدك اياه. يعني انت شفت ماكرون بتطلع يعني بتشتمه، اذا كبره كبره بيروح بيشتكي عليك، بيرفع عليك دعوة ماكرون، يعني ما بيحطك بالسجن تاني يوم لأنك أنت شتمته هيك، لأني هو رئيس دولة والله جاي على باله يسجنني مثلا. أنا بطلع 10 سنين بالحبس ما بقول حدا بيسمع فيه. إيه إنه والله لأني أنا ما حابة ماكرون، لا أنا بقول له إنه أنا يا أخي ما انتخبتك، ما بدي انتخبك، ما بيطلع تاني يوم ببعث لي ناس يعني توقفني بالشارع ولا حد، عرفت كيف؟ ما عندي فكرة الشرطي. لذلك اللغة الفرنسية هي لغة الطمأنينة، هي لغة الطمأنينة، هي لغة الأمان. بس اللغة العربية هي لغة يعني كيف، هي لغة الحب. عارف شايف قديش الفرق بيناتهم؟ يعني بين لغة أنت بتحبها وبين لغة هي بتحبك. فأنا كنت كل الوقت أفكر لو كتب هذا الكتاب بالعربية كيف كان مختلفا؟ ما رح يطلع هيك، لا، لأنه حتى أنت عندما كتبتي بالفرنسية اكتسبتي حرية واكتسبتي قدرة على التعبير على التابوهات، لكن أيضا خسرتي التنوعات اللغوية، لأنه هذول النساء جايين من أماكن مختلفة، ففي عندهم لهجات وفي عندهم تنوع لغوي معين بالمفردات. يعني صحيح صحيح صحيح. طب لو طلب منك، أنت لن تترجمي طبعا الكتاب، لكن خفت تسألني هالسؤال، خايفة من هذا السؤال. لو طلب منك أن يترجم الكتاب إلى العربية، هل والله هذا السؤال اللي بخاف منه، ولا أنا بقول لا ما بدي. ما بدي. عندما اتصلتي بخالك، عندما عرفتي لأول مرة إنه ستي أرمنية، ستك أرمنية، اتصلتي بخالك وخالك قال لك لا تكتبي هذا. يمكن عشان هيك كتبتي بالفرنسية؟ لا لا ما ب... لا لا ما بعتقد، لا. بس يعني بعدين القصة هي يعني صارت تنمو بداخلي، بس مجرد ما عرفت أنا حسيت إنه لازم أكتب شيء يعني لستي اللي أنا لهلا ما بعرف شو اسمها، وكتير هذا الموضوع بيقهرني يعني إنه أنا ما بعرف شو اسمها، فحاولت يعني رد لها شيء من الاعتبار الهوية المطمورة تبعها. حلو. عندي سؤال من الجمهور قبل أن نختم، لأنه طبعا تخطينا الوقت المتاح لنا، والحديث معك مها فعلا الواحد بينسى نفسه، فينا نضلنا 3-4 ساعات أنا وياك نتكلم. بس عندي سؤال من الجمهور، وشجع الجمهور أن يطرح أسئلة، ممكن يعني أستطيع أن أختار سؤالا أو سؤالين. في سؤال عن الجوائز، هل تؤمنين بحيادية الجوائز؟ أنت ترشحتي إلى عدد كبير من الجوائز طبعا، ونلتي أيضا جائزة عن الحرية، هي المنهمت، هي من رايتس ووتش. فنلتي أيضا عدد لا بأس به من الجوائز، هل تؤمنين بحيادية الجوائز؟ والله بجد أنا ما بحب هاي الأسئلة، لأني يعني هذا الموضوع كتير إشكالي وكتير واسع وكتير كبير، وفعلا ما بحب خوض فيه، وبحسه أنه استهلك كتير. أنا بالنسبة لي بكتب، بستمتع بالكتابة، إذا بيعطوني جائزة بكون مبسوطة، ما بقول لا. ليه؟ لأني يعني كمان الجائزة فيها تكريس، فيها اعتراف، فيها القراء بيعرفوك أكتر. يعني أنا لما ترشحت للبوكر مرتين، في ناس خارج سوريا صاروا يعرفوني، فأنا توسعت دائرة القراء تبعي. لأنه أجي أحكي على الجوائز، عندي قضيتين، إما ما بترشح وباخذ موقف منها، أو بعرف كل ما يحدث وقابلة. هذا هو يعني الكوجيتو هذا تبع الجوائز. أنا كشخص يعني إذا تسنى لي أن يعني إذا كان يحق لي أن أعلق على هذا الموضوع، أنا كشخص يعني أعمل في أنا على اللجنة العلمية لمركز أبو ظبي للغة العربية، المشرف على البوكر والمشرف على جائزة الشيخ زايد، أعرف أنه الجوائز لها منطق خاص بها، هي حيادية غير حيادية، لها اعتبارات كثيرة، صح؟ يعني اعتبارات دخلها بالتنوع، بالتنوع العرقي، بالتنوع الجغرافي، بالتنوع اللغوي، بكثير من الأمور، وليست فقط يعني كل من يترشح للجائزة يستحق الجائزة. الاختيار دائما صعب، ودائما يعتمد على اللجنة وعلى الأذواق الشخصية وعلى كثير من الأمور، لكن كل من يترشح للجائزة تقريبا يستحق الجائزة. إذا كان في أسئلة أخرى من الجمهور، نستطيع أن نأخذ سؤالا أو سؤالين.
في هذا الوقت سأطرح سؤالا، تقولين أن الكتابة لك بالنسبة لك استعادة للذاكرة، أعجبتني كثيرا هذه الفكرة، كأن في شيء ضائع، ذكريات في اللاوعي أو في الوعي الداخلي والوعي البعيد ونحاول أن نستعيده، لكن ما هي الوسائل التي تساعد الكاتب، أدواتك أنت ككاتبة لاستعادة هذه الذكريات ووضعها في كتابة؟ وهل كل ما تتذكرينه يجد مخرجا له في الكتابة، أم هناك فعلا أشياء لا تستطيعين أن تكتبيها؟ هو سؤال كتير صعب. أعتقد أنه ماركيز حكى بعشته لأروي عن علاقته بالذاكرة. أعتقد أنه حتى علم النفس بيشتغل على العقد المنسية. بعتقد أنه نحن في عنا عالم منسي كبير، والكتابة بتساعدنا على، بظن هي القصة بتصير بالكتابة عبر تدفق الشيء. ما بدي اتفزلك كتير، بس بيشبه تدفق الوعي. أحيانا أنا بكون عم بكتب شغلة بلاقيها لحالها سحبت لي حكاية شخصية كانت صايرة معي، فبتصير اللعبة بالعكس. بدل ما أنا بشتغل على ذاكرتي حتى اكتب، بلاقي الكتابه هي اللي عم بتجيب لي الذاكره تبعي. موضوع الذاكره كتير كتير مهم. يعني نحن قضايانا، يعني امراضنا، هواجسنا، كلها مثبته بالاشياء اللي نسيانينا. لذلك يعني برجع بكرر انه علم النفس كتير بيشتغل على هي التقنيه، انك الاعترافات او تدفق الوعي. فإيه الذاكرة كتير كتير، يعني الكتابة يعني هي جزء كبير من، حتى في، بدي أروح أبعد من هيك بلال، إنه مو بس الذاكرة الفردية، ذاكرت أنا مؤمنة، يمكن هذا الحكي ما بعرف لأي حد ممكن يكون صادم، مؤمنة بتعدد الحيوات، يعني هاي العود الأزلي تبع نيتشه. فأنا بعتقد إنه كل واحد فينا عايش كذا حياة قبل، يعني فأنا أحياناً عن طريق الكتابة بتواصل مع حيواتي القديمة أو حيوات يعني خليني أقول الذاكرة الجمعية، فيني أقول هذا الشيء، يعني حيوات البشر، الأسلاف تبعي. جدتك كمثال، أنك بالضبط حياتها بالضبط بالضبط. ففي ذواكر، في ذواكر ما بنقدر نجيبها إلا عن طريق الكتابة. بعتقد إنه الكتابة هي دائما، يعني أنا قلت بأحد يسكن رأسي، الحل الوحيد هو أن نكتب نكتب، يعني المثابرة على عملية الكتابة هي اللي بتساعد على إنك ترجع تستعيد هذا العالم. حلو، وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة الممتعة. كان لقاء ممتع جدا يا بلال، عن جد شكرا، عن جد شكرا. أنا اللي كتير يعني استفدت، كتير تعلمت وكتير استمتعت الحقيقة. أود أن أشكر الحضور الكرام، أشكرك أنت الكاتبة الرائعة مها حسن، أريد أن أشكر الفريق التقني وخاصة المترجم المخضرم صديقنا حازم إبراهيم، شكرا حازم لحازم. إبراهيم. شكرا حازم لك، شكرا أجيا لهذه الفرصة، شكرا لكل أعضاء أجيا الأكاديميين. أعرف أنكم يعني في اليوم مؤتمر أجيا السنوي، فأهلا وسهلا بالأعضاء الجدد للأكاديمية. شكرا مرة أخيرة مها حسن، وعلى أمل لقاء قريب في أي مكان في العالم. إلى اللقاء. شكرا شكرا.